بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة السنة الثالثة، السلام عليكم. إذا دائما مع أسئلة خاصة بالنشاط الإشعاعي، اليوم نطرق إلى المثال الثاني. النص يقول: إليك مستخرج من الجدول الدوري للعناصر الكيميائية. لدينا هذا الجدول، مستخرج من الجدول الدوري. تتفكك نواة البيزموث 210-83 بنشاط إشعاعي بيتا ناقص ويرافقه إشعاع جاما. السؤال يقول: اكتب المعادلة المعبرة عن التحول النووي الحادث وبين كيف نتج الإلكترون المرافق للإشعاع. إذا حسب نص السؤال لدينا نشاط إشعاعي طبيعي، حيث نواة البيزموث تعتبر نواة غير مستقرة، تتفكك تلقائيا وفق نمط إشعاعي بيتا ناقص، فتتحول إلى نواة أكثر استقرارا. إذا أول شيء راح نحاول نكتب شكل المعادلة. لكتابة شكل المعادلة يجب أن نعرف ما معنى النشاط الإشعاعي بيتا ناقص. إذا نعرف باللي بيتا ناقص هو عبارة عن إلكترون، أي أن النشاط الإشعاعي هذا يتحرر منه إلكترون. رمز الإلكترون هو E صفر ناقص واحد. هنا صفر لأن الإلكترون مهمل الشحنة، وهنا مهمل الكتلة عفوا، والناقص واحد هذه الشحنة نتاعه. كذلك قال لي يرافقه نشاط إشعاعي جاما. نعرف باللي جاما هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية تنبعث متى؟ عندما تكون النواة البنت الناتجة تكون في حالة مثارة، فتحرر هذه الطاقة الزائدة على شكل أمواج كهرومغناطيسية. إذا لكتابة المعادلة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه جاما. الآن مطلوب هو كتابة المعادلة. إذا لدينا شكل المعادلة بهذا الشكل، لدينا النواة التي تتفكك هي نواة البيزموث. إذا معادلة التحول النووي، إذا البيزموث 210-83 نديرو السهم، راح يتحول إلى نواة ماناش عارفينها اللي هي إكس أ زد. هذا النواة راح نستخرجوها، كي نوجدو أ و زد نستخرجوها من الجدول هذا اللي عطاوها لي. زائد مادام عندي نشاط إشعاعي بيتا ناقص، بيتا ناقص قلنا هو عبارة عن إلكترون، إذا أ صفر ناقص واحد. ثم قال لي يرافقه إشعاع جاما، جاما راح نزيدوها هنا، إذا زائد جاما، بمعنى النواة هذه البنت راح تكون في حالة مثارة ثم ترجع إلى حالتها الأساسية أو المستقرة بتحرير هذه الطاقة على شكل أمواج كهرومغناطيسية. الآن حتى نجد أ و زد نطبق قانوني صوتي. إذا بتطبيق قانوني صوتي، إذا نعرف قانوني الصودي يعبران عن ماذا؟ عن انحفاظ العدد الكتلي والعدد الشحاني في طرفي المعادلة. إذا لدينا العدد الكتلي في الطرف الأول عندنا 210 يساوي العدد الكتلي في الطرف الثاني كامل، إذا أ زائد صفر وهذه عندها صفر، نعرف باللي الجاما صفر صفر، إذا معناها 210 تساوي إلى أ زائد صفر. العدد الشحاني الآن 83 ماذا تساوي؟ تساوي إلى زاد ناقص ناقص واحد، أي زاد زائد ناقص واحد معنى مجموع نتاعها. ونعرفوا هذه الجاما قلنا هي عبارة عن الطاقة العدد الكتلي أو الشحاني كلاهما صفر صفر. إذا من هذه استخرجوا أ، إذا أ ماذا يساوي؟ يساوي 210. لاحظوا بلي العدد الكتلي لا يتغير، أما العدد الشحاني لاحظوا بلي زاد هذه ماذا تساوي الآن؟ تساوي ننقل هذه ناقص واحد للطرف الثاني تصبح زائد واحد، إذا 83 زائد واحد تساوي 84. إذا نبحث في الجدول عن العنصر الذي لديه زاد تساوي 84، إذا نجد أنه هو البولونيوم بي أو 84. إذا النواة الناتجة هي بي أو 84 وندير هنا 210. إذا تصبح المعادلة بالشكل التالي. إذا نعود نكتب المعادلة كما هي، وفقط في مكان المجاهل نعوض ما وجدناه. إذا عدنا بيزموث 210-83 واش راح يعطينا؟ يعطينا بولونيوم هذا 210-84 زائد إلكترون زائد جام. إذا الإجابة دائما تكون بهذه الطريقة. إذا نكتب شكل المعادلة، نطبق قانون الصودي، عندما أستخرج أ و زد
نكتب النواة الناتجة ما هي، ثم أعيد كتابة المعادلة بهذه الطريقة تكون تحصل العلامة الكاملة. كهذا بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني قال لي بين وبين كيف نتج الإلكترون المرافق للإشعاع. لاحظوا حتى الإجابة راهي هنا، أن بيتا نقص هو عبارة عن إلكترون. إذن هذا الإلكترون ناتج عن ماذا؟ إذا الإلكترون لاحظ هنا بلي العدد الكتالي ما تغيرش، قامي نفسه 210، لكن العدد الذات كان 83 بالنسبة لنواة البيزموت ها هي، ولا 84، بمعنى العدد الذات هو اللي زاد بزائد واحد. هنا واش راح نقولوا؟ بأن عدد زاد يمثل عدد البروتونات، معناه بروتون زاد. من جا هذاك البروتون؟ أكيد نتيجة تحول نيترون إلى بروتون. إذا الإلكترون الناتج هو من تحول نيترون إلى بروتون وفق المعادلة التالية. المعادلة التالية نكتب المعادلة. إذا عندنا البروتون بي، أو عفوا قلنا النيترون، إذا النيترون ان واحد صفر يتحول إلى بروتون واحد واحد زائد دقيقة إكس أ زد. إذا فقط هذا اللي أريد أن أشرح فقط، يمكنك أن تكتب مباشرة هنا الإلكترون. إذا عندنا ان واحد صفر، وهنا عندنا بي واحد واحد زائد. لاحظوا باللي هنا كنطبقوا قانون نيسودي، عندنا واحد يساوي لازم في الطرف الثاني يساوي الواحد، بمعنى لازم ا هنا تأخذ صفر. وكذلك بالنسبة للزاد لدينا هنا صفر، معناه لازم مجموع هذا يساوي الصفر، معناه زاد واحد زائد زاد تساوي الصفر، معناه زاد تساوي ناقص واحد، وهذا يمثل الإلكترون. إذا في الإجابة راح نجاوبو نقولو نتيجة التحول، إذا الإلكترون ناتج هذا الذي نتج في المعادلة هو نتيجة تحول نيترون إلى بروتون. كي يتحول نيترون إلى بروتون يتحرر إلكترون، هو اللي ينتج من التحول هذا النووي. فقط لتسهيل الحفظ هذا باش ما نخلطوش بينه وبين البوزيترون، مادام عطاني مادام قال لي إلكترون نعرفو بلي الإلكترون سالب، راح نقول مثلا بالفرنسي نقول نيجاتيف. إذا ندو الحرف ان هذا نقول بلي ان معناه الإلكترون، بما أنه أو نعرفو بلي سالب، نيجاتيف معناه نتغير الحرف الأول ان، معناه ان تتحول إلى بي بهذا الشكل، نقول ان تتحول إلى بي وتكمل الكتابة تاعك. وإذا كان بوزيترون راح نقولو نعرفو بلي بوزيترون موجب، معناه بوزيتيف، ندير الحرف بي معناه بروتون يتحول إلى نيترون، و زائد إلكترون صفر ناقص واحد، هنا زائد إلكترون أو بوزيترون صفر وزائد واحد. هذه فقط لتسهيل الحفظ فقط لهذين التحولين أو للتبرير. إذا النمط الإشعاعي الآن هو بيتا ناقص، والتبرير هنا أن الإلكترون ناتج هو ناتج تحول نيترون إلى بروتون وفق المعادلة التالية، ونكتب هذه اللي كتبناها هنا في الأسفل. إذا شكرا على المتابعة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.